بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فهذه قراءة لقصيدة من نظم شاعر طيبة محمد ضياء الدين الصابوني رحمه الله. ما للجمال تهادى يوم ذكراه، فالكون يرقص مزهوا بلقياه، والطير تصدح والأشجار مائسة، وللنسيم ترانيم بذكراه، فكل شيء يغني باسمه طربا، والأرض ترقص إذ يبدو محياه. محمد رحمة الرحمن نفحته، محمد كم حلا في اللفظ معناه. محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه. المصطفى المجتبى المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه. وها هي النفحة المعطاء تغمرنا، والحسن يرنو قد افترت ثناياه. والبشير النذير رحمة وهدى، هو السراج المنير طابت سجاياه. فخر الأنام ومصباح الظلام، ومن أدناه خالقه منه وناجاه. نور الوجود وواف بالعهود سنن، نور الوجود وواف بالعهود سنن. لولاه ما ازدانت الأكوان لولاه، لكم تغنى به حسان ينشده. بطيبة حيث روح القدس يرعاه، وطالما استلهم الهادي فألهمه، ومن معين الهدى استوحى فأوحاه. غنى فغنت له الدنيا مرددة، ألحانه ومن الإلهام نجواه. لحنا تهيج له الأرواح هائمة، وتشرب الراح صفوا من حمياه. وقد أتيتك بالتقصير معترفا، من ذا يطاول من قد عظم الله، من ذا يطاول من قد عظم الله. لكن لي يا رسول الله معذرة، بأنني جئت في قوم وقد تاهوا، ضلوا الطريق وهاموا في غوايتهم، أواه لو ينفع الإرشاد أواه. للشعر حرك في أعماقهم وترا، ولا البيان فهم في الغي أشباه. يا ساعة قد حضرناها مباركة، طابت وطاب مع الداعي سجاياه. كم اجتمعنا على ذكر وموعظة، وحب من عمت الدنيا عطاياه. ذكرى تحرك من شوق مشاعرنا، تثير مجدا بأيدينا أضعناه. فأين منا صلاح الدين يبعثها، حطين كي ينقذ الأقصى مسراه. وأين خالد من تزهو الكمات به، إن تلقه الأزد في الآجام تخشاه. سل عن يتيم قريش عن مواقفه، كم قاوم الشرك فردا كم تحداه. طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها، من الضلال فلا مال ولا جاه. طفل يتيم أتى الدنيا فحررها، من الجمود وكان الملهم الله. يهدي إلى الرشد والأيام شاهدة، ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه. كم معجزات له غراء قد ظهرت، كالشمس في حسنها لله حسناه. فذاك إيوان كسرى وهو منصدع، وذي البحيرة غاضت منها أمواه. وسل عن الفيل هل أغناه زحفهم، وقد حمى بيته والجيش أفناه. طير أبابيل ترميهم فتجعلهم، كالعصف يذرى فهل في ذاك إنباه. فإن للبيت ربا لا يضيعه، من يعش عن ذكره الرحمن ينساه. والبدر ينشق والأقوام شاهدة، والجذع حن وبث الحب شكواه. والماء سال فراتا من أصابعه،
والجيش من حرقة اللأواء أرواه. وتلك معجزة القرآن شاهدة، يفنى الزمان ولا تفنى مزاياه. وتلك معجزة القرآن شاهدة، يفنى الزمان ولا تفنى مزاياه. كلامه السحر في آذان سامعه، وقوله الفصل ما في ذاك إشباه. أهل البيان رجال الفكر هل لكم بمثله أو بآي تحكي مبناه. سلوا الوليد يجبكم عن بلاغته، فقد حنى الرأس إذعانا لمعناه. أسلوبه الفذ ما جاراه من بشر، فيه الشفاء وسلوى القلب رياه. لكم تذوقت من سلساله حكما، فما أرق على قلبي وأنداه. نظامه المحكم الوضاء منهجه، فمن جلال الهدى نورا تغشاه. يا قوم هذا كتاب الله يرشدكم إلى الهدى، هل فهمتم بعد فحواه؟ يا قوم هذا كتاب الله يرشدكم إلى الهدى، هل فهمتم بعد فحواه؟ من ينصر الحق فالرحمن ناصره، من حاد عنه فإن الخسر عقباه. كم من قلوب شفاها وهي مقفلة، كم من عيون جلاها وهي تأباه. صم عن الحق عميان قلوبهم، غلف وكم من سفيه الرأي عداه. لكنه لم يبالي في عداوتهم، راح ينشر في الآفاق دعواه. من كان ينهض الرحمن آية فلا يهاب وعين الله ترعاه. من كان ينهض والرحمن آيته فلا يهاب وعين الله ترعاه، فلا يهاب وعين الله ترعاه. قد آزروه وشدوا من عزيمته، هم المصابيح والأعداء قد شاهوا. فأصبح الدين مرفوعا دعائمه، وقوض الشرك وانهارت سراياه. قل جاءك الحق إن الحق منتصر، وزعزع البطل وانهارت دعاواه. والحق إن لم يجد من يؤازر، فإنه الطير مخصوصا جناحاه. والحق إن لم يجد قل من يؤازره، فإنه الطير مقصوصا جناحاه. صلى المليك على طه وعترته، الكون لفظ أبو الزهراء معناه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، بعد خلقك ورضا نفسك وزاد عرشك وذاك كرامتك إلهي، نجي من كل ضيق فأنت إلهنا مولى الجميع، وعبد في منزلة مستقر ورزق ثم دفن بقي وفي لي ولوالدي ولمشايخ المسلمين آمين.